يعني ايه استهلاك يخلص بخت في نص الشهر؟ بتحصل يا فندم عادي جدا، اكيد حضرتك اتسحلت في فيديو. ده انا يا فندم امبارح مضيع وقتي كله على تحدي اكل الكرنب في 5 دقايق مع ام عصام، ما بيخلص، ما قدرتش طبعا تاكل الكميه كلها، ما صحتها ما تستحملش. بفتح الابلكيشن ببص لقيت 500 ميجا راح. بعد كل تحدي يا فندم افتح الابلكيشن وشوف فاضلك قد ايه. مفيش اسهل من كده. لو الفرع بينجز الابلكيشن انجز. نزل ابلكيشن انا فودافون وتابع استخدام تليفونك او نت البيت بسهوله من غير ما تسحب من باقتك. انا فودافون انجز.